مواد غذائية ومكملات بمنتجات طبيعية محلية سهر على صناعتها طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الغذاء والصناعة الغذائية المتواجد مقرها بالحراش في تجربة أولى لتثمين الإنتاج الطبيعي المحلي بالجزائر. بصمة جزائرية بمقادير مستمدة من الطبيعة، وبذلك استعملنا لمادة الشيح الصنوبر، استعملنا كذلك مادة النعناع. صنعنا الشوكولا بالشيح والخروب وبودغ دو دات بسقوقو ثاني جات هايدا فريمون. شوكولا بسقوق سي بون ايدي. المدوي تاعنا اللي خدمناه هو عباره سو فورم بودغ. البودر واش فيها؟ فيها فيتامين سي، فيتامين سي لاسيد اسكوربيك، لاسيد اسكوربيك اونتي اوكسيدون، يفتح لي سيستم كارديو فاسكولار، مليح لومينيتي. زدنا له السكر، السكر هذا سي ان سكر ناتشورال يعطولو ستيفيا. لو ستيفيا مليح لصحاب الديابيت، ما يطلعش السكر. موندينا من ليزيتيديون تاعنا، ليزيتيديون انجينيور، راح يكونوا مهندسين في مجال صناعة الأغذية وصناعة المكملات الغذائية، قلنا لهم ابتكروا لنا أفكار وديروا لنا منتوجات طبيعية ولا منتوجات غذائية بمواد 100% محلية، إذا 100% جزائرية. المدرسة التي تعد الأولى في الجزائر تم إنشاؤها بموجب مرسوم وقعه الوزير الأول عبد الملك سلال شهر فيفريل المنصرم. En vertu du décret du 15 février 2017, donc c'est une école qui forme au métier des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires et on accueille cette année notre première promotion. المبادرة الأولى من نوعها والتي جاءت تزامنا والاحتفال بيوم العلم تم خلالها إبرام صفقات تعاون وشراكة مع عدد من المؤسسات الغذائية ذات الطابع الصناعي في خطوة لتوفير اليد العاملة واكتساب الخبرات العلمية لإنتاج المواد الغذائية ذات الطابع المحلي وبمواد طبيعية.